مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مع بلوغ نصف شهر رمضان تبدأ العائلات في الاستعداد والتحضير لاستقبال عيد الفطر، ولكن هذه السنة ومع انتشار فيروس كورونا وغلاء الأسعار وقلة السيولة قد تتغير بعض هذه العادات. كاميرا تبادل تجولت في بعض الأسواق وحاولت عددا من المواطنين حول هذا الموضوع. نتابع. في أزمة في السيولة النقدية، وفيه مشكلة في موضوع تأخر المرتبات على المواطنين، باعتبار أن المرتب يقعد بثلاثة أربع شهور باش ينزل، وحتى لو ينزل فيه استقطاعات وفيه سلف وفيه غيره وكذا، والمصرف يتأخر في صرف أصلاً في إدراج مرتبات داخل المنظومة، وسقف سحب مش موجود، في اللي 500 وفي اللي 250 وفي اللي 300 وفي اللي 400، فأصبحت الناس تعاني من مشاكل، زايد ارتفاع الدولار، يعني اللي كاين يعيد لولده بيزوز بدالي أصبح مرات ما يلقاش يعيد إلا ببدله، في اللي كاين في العيد حلويات وكذا وغيره وكلام زي هو، يعني مقتدر انه يوفر لبيته اشياء. والله معاناه المواطن معاناه صعبه للغايه صراحه، سواء كان من ناحيه عدم نزول الرواتب، سواء من غلاء المعيشه. أنا نضرب مثلا، فرضا واحد ياخذ في 600 دينار، وال 600 دينار هذه ما جيناش الا بعد اربع اشهر، شوفه كيف عايش يعني، وجاي مناسبه عيد وجاي هي الايام العاديه. أنا كرب أسرة أيام العادية نبي 10 دينار خبزة، 10 في 30 إلى 300 دينار خبزة فقط، يعني الخبزة فقط، ربما المواطن ما يشعرش بها هو، لكن أمور صعبة للغاية صراحة. أنا مش عارف كيف الناس يمشي أمورها. هاو إحنا أصحاب محلات نعانوا من مشاكل واجدة، نعانوا من ارتفاع الأسعار، نعانوا من كل شيء. الصندوق اللي كان صغير يجيك على 20 دينار 5 دينار، وصار تو يجيك على 20 و25 دينار، فمستوى المعيشة مرتفع جدا. وأنا والله ربنا يكون في عون الناس، ربنا يكون احنا اصحاب محلات يعني وحلين في كيف نوفر سبل العيش لابنائنا، لا بال الانسان اللي عايش على مرتب 500 ولا حتى 1000 دينار. الامور ماشيه واحده واحده، زي ما عارف انت المصارف، نقول لك في رمضان قبل رمضان ما اخذنا الا مره واحده 500 دينار ولا مش، ولولا البطاقات اللي تعاملوا بها المواطنين مع المحلات ما حتى الواحد باش ياكل ياخذ خبزه من كوشه والله يعبي بنزين من سياره، الا تو في محلات تعطيه بطاقه تاخذ منها، في تضطر تباع مرات ما تبيش تاخذها باش تزيد السعر، باش تاخذ منها 100 دينار بطاقه يعطيك 100 دينار كاش، يسحب لك 100 دينار كاش باش تحرك بها. بالنسبه لبرنامج الملابس هذه معروفه، برنامجها ملابس بالذات الاطفال هذه نار شيضه وخلاص. تو كل الناس يعني تعاني من الازمه هذه، والناحيه السيوله، نقص في السيوله وفي البنزين وفي الغاز، يعني شو بنقول لك، معنى حتى الدخل ضعيف، يعني حتى اللي يعني المواطن النهار بيحصل فلوس ما عنده قداش بيقسم روحه فيهن مش معروف، يعني بين يشري بين اسرته للعيد وبين ياخذ المواد الغذائيه، والله يعني شو بنقول لك يعاني. يعني السنه دي صعب، يعني حتى اغلبيه المصارف سقف سحبها 1000 جنيه او 500، يعني قداش ما توفيش، يعني اللي عنده أربع خمس صغار صعب عليه، مستحيل صعب، يعني ما يقدرش يوفيها كلها، يعني أو بياخذ الأقل الكذا هذا. وإحنا الحمد لله يعني طب بالنسبة للأسعار اللي فاتت أو العام اللي فات حاولنا قاعدة بنفس الأسعار ونزلنا فيها، يعني بشاه نغطوا نص ونص، يعني ما تجي كلها على المواطن. يعني أصدرت غرفة الطوارئ والأزمة ببلدية سوق الجمعة بياناً أعلنت فيه إيقاف دعمها لجهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإغلاق الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول، وطالبت فيه الحرس البلدي بالتعامل مع الأمر كباقي البلديات. في سياق متصل وفي رد على ما قامت به بعض البلديات من كسر إجراءات حظر التجول، ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا واللجنة العليا الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي ملف تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على ضرورة تقيد المواطنين والبلديات بتنفيذ إجراءات الحظر والالتزام بقفل المحلات التجارية، مشيرة إلى أن ليبيا لم تخرج بعد من دائرة خطر انتشار الفيروس. أعلنت لجنة الإشراف على توزيع الغاز إلى سكان مدينة درنا عن عدم تمكنها من إيصال اسطوانات الغاز إلى المدينة وباقي المدن المجاورة لأسباب فنية بالمستودع الرئيسي. يذكر أن اللجنة كانت قد أعلنت أمس أن الإرباك الحاصل في التوزيع يعود إلى سحب مجموعة من الموزعين في درنا للإسطوانات الاحتياطية بشركة البريكا.
أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحسون تعرض محطة كهرباء النهر واحد إلى اعتداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي، مؤكدا أن مثل هذا التصرف سيترتب عنه عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على إيفاء احتياجات المواطنين وانقطاع المياه على أغلب المناطق بطرابلس. وقبل أن نختم هذا الموجز إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة اليوم للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات. وإياكم إلى ختام هذا الموجز الأخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.